طيب بصراحتك بقى المعهوده وان انا ايه عارفها ومعاشرها في سنين طويله، احنا اتكلمنا على ان احنا نقدر ننظم كاس عالم، ان احنا نقدر نعمل اي حاجه كاداره واراده سياسيه. رياضيا بقى ايه اللي ناقصنا؟ بص انا شايف في بلاتر خلاص نقدر نعمل ايه؟ مفيش بلاتر. لا في في الرياضه في احنا بدانا دلوقتي يمكن 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 برضو دي حاجه نقطه مهمه جدا وحاجه انا شايفها ان كمان القياده السياسيه اللي موجوده في مصر بدات تغير بعض الشيء في الوجوه يعني الوجوه القديمه وبدات تعتمد بشكل كبير جدا او بجزء كبير دلوقتي على الشباب الواعي المثقف اللي عارف هو ازاي يخدم بلده. ما بقناش بنعتمد على مجرد اسم، لا. لما نيجي نشوف دلوقتي على المستوى الرياضي وجود نجمين كبار جدا 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 زي الكابتن حازم امام زي الكابتن حسام غالي في مجلس النواب، وده تعيين من سياده الرئيس، فدي حاجه انت الدوله نفسها بتحاول تعتمد على الشباب في الفتره الجايه. ده لازم الدوله. الله ينور الله ينور عليك. دي نقطه. النقطه الثانيه لما تيجي تشوف الدكتور احمد عبد الله كابتن محمد فضل كانوا ماسكين في اللجنه المعينه في اتحاد الكوره لمده سنه ومعاهم طبعا مستر عمرو الجنايني والناس اللي موجوده على المستوى الرياضي. طب ماشي، ما هو دول برضه وجهين جداد اول مره يخشوا العمل الاداري على مستوى كبير مستوى اتحاد الكوره، فدي برضه نقطه بتديك امل ان الشباب جاي وان سياده الرئيس باصص جدا ان الانجاز بتاع الشباب او فكر الشباب هو اللي جاي، فدي حاجه بتطمنك، حاجه بتديك راحه نفسيه، بتديك ان فعلا الدوله مش بس خبرات، لا كمان بصر للشباب بشكل كبير جدا جدا جدا. ونموذجين موجودين ان في خبرات موجوده والدفع بالشباب موجود بشكل قوي جدا. فلا يعني على المستوى الرياضي موجود كل حاجه عليه وموجود بشكل قوي وموجود بشكل احنا شايفينه بيدفع بيه باستمراريه في الفتره اللي فاتت.